السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. طبعا خلاص اجازة العيد قربت والصيف قرب، وان شاء الله كلنا بنحاول نحضر للسفريات بتاعتنا في الصيف، وكل واحد فينا بيفكر ايه هي الدول السهلة او الدول اللي ممكن نسافرها. طبعا زي ما احنا عارفين ان السنة اللي فاتت ألبانيا كانت فتحت أبوابها للمصريين من 1/4 لحد 30/12. السنة دي إن شاء الله ألبانيا هتفتح من 1 مايو لحد 30 سبتمبر. وبخصوص الموضوع ده أنا النهاردة جاي أتكلم عن ألبانيا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان الفيديو يوصل لناس كتيرة وتشوف الفيديو وتستفيد من المعلومات اللي أنا هقولها. طبعا أنا زرت ألبانيا السنة اللي فاتت وكانت زيارة جميلة جدا جدا، وزي ما انتم شايفين في الصور اللي انا بعرضها لكم دي، هي دي البانيا يا جماعه، ساحره شرق اوروبا وساحره دول البلقان. البانيا السنه اللي فاتت نزلت شروط معينه عشان الناس تسافر ليها. البانيا طبعا من الدول الجميله اللي الطبيعه فيها حلوه جدا. البانيا كانت صعب الناس تسافر ليها قبل كده والتاشيره كانت صعبه جدا، بس البانيا قالت شويه شروط واحنا قلنا الشروط دي قبل كده وبنعيدها تاني عليكم عشان الناس تحضر نفسها ان شاء الله. اول حاجة لازم يكون معاك حجز طيران ذهاب وعودة مؤكد. تاني حاجة لازم يكون معاك دعوة من حد في البانيا او من فندق في البانيا او من شركة سياحة هناك في البانيا. تالت حاجة لازم يكون معاك حجز فنادق في الفترة اللي انت هتقعدها كلها في البانيا. رابع حاجة لازم يكون معاك على الاقل 50 يورو لكل يوم هتقضيه في البانيا. خامس حاجة ودي أنا بقولها من عندي بس هي مش مكتوبة في الشروط اللي قالتها الدولة الألبانية، بس أنا بقولها نصيحة للناس بعد اللي حصل السنة اللي فاتت من بعض المصريين وإن هم حاولوا يدخلوا ألبانيا عشان يدخلوا أوروبا وحصل مشاكل كتيرة. فألبانيا شددت الإجراءات بتاعتها في الفترة الأخيرة، وحتى في المطارات المصرية شددت الإجراءات وبقت بتبص على الباسبورتات بتاعت الناس. جوازات السفر لازم تكون فيها تأشيرات سابقة أو على الأقل يكون المهنة مهنة من المهن العليا، يعني معلش مع احترامي للجميع ما ينفعش تكون مثلا كاتب يعني مندوب مبيعات أو مثلا شغال مثلا عامل أو فني أو كل الكلام ده وتقول إن أنت رايح تقضي العيد في ألبانيا أو رايح تقضي اجازه في البانيا والباسبور بتاعك ابيض. ده غير يعني ده مش مقنع تماما لاي حد واقف في مطار القاهره. طبعا الشركات الطيران اللي بتسفر لالبانيا برضو شركات كبيره، يعني ايجن ايرلاين اللي هو الطيران اليوناني فبتعمل ترانزيت في اليونان. انت مش بتحتاج لشنغن او بتحتاج لفيزا ترانزيت وانت في اليونان، انت بتسافر عادي جدا. بس طبعا موظف الكاونتر بتاع الطيران اليوناني هيشوف الباسبور بتاعك هيلاقيه ابيض، هيلاقي المهنه مش مهنه عليا، فبالتالي مش هيسفرك. برضو الطيران الاماراتي السنه اللي فاتت في اخر شهرين تقريبا منع المصريين ان هم يسافروا عليه لالبانيا الا لو انت معاك شنغن بقى او معاك تاشيره امريكا. فاحنا بنتكلم دلوقتي عشان الناس اللي هي بتحاول تسافر البانيا وتمشي على اوروبا. انا بقول لك لو انت باسبورك ما فيهوش تاشيرات قبل كده ومعكش مهنه قويه في الباسبور مش هتسافر. انا بقول لك بصراحه يعني السنه دي هتبقى اصعب من السنه اللي فاتت. طيب احنا كده اتكلمنا عن مجمل الشروط للسفر لالبانيا. البانيا ايه اللي يتعمل فيها؟ اولا البانيا فيها كل حاجه. البانيا فيها طبيعه جامده جدا جدا في مدن الشمال اللي هي شكودرا وثيث، الجبال الألب والطبيعة الجميلة اللي هي الريف السويسري، وكل ده انتوا بتشوفوه معانا في الصور دلوقتي. تاني حاجة عندك شكودرا دي فيها برضو يعني مزيج ما بين الأوروبا وما بين الطبيعة الجميلة. بعد كده عندك تيرانا دي العاصمة اللي انت بتوصل فيها، دي ممكن تقعد فيها ليلة أو ليلتين. بعد كده عندك المدن التاريخية زي بيرات وزي جيروكاسترا، مدن جميلة جدا فيها التاريخ القديم وعبارة عن مدن ثقافية تراثية. هتلاقي عبارة عن قلاع حواليها سور عالي وحاجات قديمة كده بتحس بعبق التاريخ فيها. ألبانيا فيها المدن الساحلية الجميلة جدا 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 والبحر الأدرياتيكي اللي ميته فيروزية.
طبعا من اول مدينه فلورا لحد هيمارا وسراندا للجنوب. طبعا اصعب حاجه في البانيا هي المواصلات، للاسف البنيه التحتيه في البانيا مش قويه، فالمواصلات هتبقى صعبه. يعني انت ممكن تضيع نص يوم عشان تسافر من مدينه من تيرانا مثلا لثث. فالبانيا عشان تعمل لها بروجرام هي محتاجه حوالي 10 ايام، ليله او ليلتين في تيرانا، 3 ليالي في الشمال، ليلتين في بيرات وجيرو كاسترا، 3 ليالي في الجنوب. البانيا فيها حاجه اسمها البلو اي موجوده في الشمال، درجه حرارتها 4 درجه وممكن توصل لصفر درجه مئويه. في شلالات في الشمال، في جبال، في تسلق جبال، في هايكنج جامد جدا من فالبونا لثث. بعد كده عندك طبعا المدن التراثيه اللي قلت لكم عليها دي في الوسط وفي النص، عندك في الجنوب المدن الساحليه وبرده فيها حاجات طبيعه جامده جدا. هي دي ملخص البانيا يا جماعه. اي حد عنده سؤال بخصوص السفر لالبانيا او ازاي يجيب دعوه لالبانيا يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هساعده. شكرا يا جماعه واتمنى لكم اجازه سعيده.